دعا مجلس الضمان الصحي إلى الالتزام ببنود لائحة حماية مستفيدي التأمين الصحي لضمان حقوقهم في الحصول على منافع وثيقة التأمين. وحدد المجلس واجبات مستفيدي التأمين الصحي الخاص التي تشمل إشعار صاحب العمل بأي تحديث يطرأ على حالته الاجتماعية، منوها المستفيد بالإبلاغ عن أي شبهة احتيال قد تؤثر على مصالح أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية، وضرورة تبليغ صاحب العمل في مدة أقصاها 30 يوما بعد ولادة المولود الجديد لإضافته في وثيقة مستقلة عن الأم.